حول انتشار الحمى القلاعية في العراق والجهود الحكومية التي يراها المراقبون ليست على مستوى انتشار المرض، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، مرحبا بكم. يعني بحسب ما أوردته وزارة الزراعة، أصيب 6000 من الماشية بمرض الحمى القلاعية، ولكن دكتور، السؤال المطروح يعني ما مدى خطورة ذلك على انتقال هذا المرض للمواطنين؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله دكتور. سيدي العزيز، مقدمة، محافظة نينوى محافظة مستباحة. نعم، محافظة مستباحة. حتى هسه الآن أنا عندي شتمة فيروس S2 SAT2. نعم، انتقل الى محافظه نينوى، كانت ما موجوده. هذا نوع من انواع الفيروسات المحوره. العدد الكيرف زاد، الاصابات بقضاء بادوش التابع الى محافظه نينوى. نعم، الى الان حتى اخذوا مسحات ودزوها الى دوله مجاوره هي تركيا، يشوفون مصدر هذا الحيوانات اللي دخلت مصابه الى محافظه نينوى. نعم، هاي الاصابات الكرت يزداد. وللمعلومه، من قالوا بغداد ابو الموصل اتصلت به قال لي دكتور ما عندنا احنا ما لقاحات، صار لنا 6 شهور والنادي طيب. باللقاحات ما عندنا لقاحات. طيب دكتور، كما تعرفون أغلب الأمراض التي تصيب الماشية لم تكن موجودة قبل عام 2003، ولكن إلى ما ترجع هذا التزايد غير المسبوق للمرض في العراق؟ ما هو السبب تحديدا؟ هذا سوء حكومي. نعم، سوء عدم متابعة. احنا تدري انت هذا البيطرية، المناكب الصحية البيطرية، نعم، قليلة نادرة جدا. عندما صابها بعد الاحتلال والتدمير محافظة نينوى دمرت عن بكرة أبيها. طيب انت بس لا، خلي ركز لي على شغلة. نعم، محافظة نينوى استبيح الحجر والبشر، فكيف بالحيوان ما يستباح؟ طيب دكتور، يعني من خلال متابعاتكم ومعرفتكم، كيف تقيم الجهود الحكومية في مكافحة المرض الحمى القلاعية تحديدا؟ صفر صفر صفر. نعم، بدليل ممثلي مال الفاو هم اللي راحوا لهذا، هم كتبوا التقارير لوزارة الصحة اللي قاعدة في بغداد، ما تدري ايش يدير في الموصل. دكتور، هل من إجراءات وقائية تقدموها لأصحاب المواشي لحماية المواشي والمواطنين من هذا المرض الذي ينتشر بشكل كبير في العراق خصوصا في الفترة الأخيرة؟ ما هي نصائحكم دكتور إبراهيم؟ هم دول سيد العزيز، أول شيء هذا الفيروس مقاوم، يعني نادر جدا، ما داخل أساسا، ما موجود عندنا بالعراق هذا الفيروس، هذا السات 2 ما موجود عندنا بالعراق. المصيبه مو قلت لك، يعني احنا دول المنظمه البيطريه، الاطباء البيطريين خطير، ده يحكي ده يقول احنا نوجه رشوا ما رشوا، يعني يقول لي انا هسه ويا ستمة مربي ماشيه. نعم، يقول عنده 15 مات 10 بقى 5، يقول وهسه اراقب انا يمتى يموتن الخمسه الاخيره. يعني ماكو فعل حكومي تجاه هاي الناس، ماكو، يعني هم يبدوهم. انت ما لازم. من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لكم.